السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة التطبيقات الكتابية المندرجة ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الثانية، مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذن الدروس التي تعرفنا عليها في الأسبوع الأول من هذه الوحدة: التاء المبسوطة، الاسم، الجنس، العدد، التذكير والتأنيث، المفرد والمثنى والجمع، وعناصر الجملة الاسمية. إذن أنجزوا على دفتري، أرسموا التاء الناقصة في الكلمات رسما صحيحا. إذن سنرسم التاء الناقصة في الكلمات رسما صحيحا. إذن حضرتي، إذن عندي هنا فعل، إذن التاء مبسوطة، حضرتي البنات جمع، إذن التاء مبسوطة، المجدات أيضا التاء مبسوطة لأنها جمع مؤنث سالم، وقت، إذن وقت تاء مبسوطة لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط، إذن وقت، الشهادات تاء مبسوطة لأنها جمع مؤنث سالم، تقديريتي، إذن تقديريتي تاء مربوطة لأنه يصح الوقوف عليها هاء حين تكون في آخر الكلمة، اعترافا بالإبداعات جمع إبداع، إذن تاء مبسوطة لأن جمع مؤنث سالم، الجميلة إذن تاء مربوطة لأنه يصح الوقوف عليها هاء، حضرت البنات المجدات وقت توزيع الشهادات تقديرية اعترافا بالإبداعات، جميلة. إذن أضع الاسم المناسب مكان النقط. إذن عندي هنا كلمة رائعة، كينقصني المبتدأ، إذا رائعة مؤنثة، هل سنستعمل القلم أم المجلة؟ لاحظوا معي، إذا مؤنثة، إذا سنبحث على كلمة أيضا مؤنثة، إذا المجلة المجلة رائعة، لاحظوا معي مفيد، هنا عندي مفرد مذكر، إذا نقلب كذلك على كلمة مذكرة ومفردة، إذا مفيد، الكتاب أم القصة؟ إذا الكتاب مفيد، الكتاب مفيد، لدي هنا ممتلئة بالكتب، أيضا سنبحث عن المبتدأ، الخزانة ممتلئة بالكتب، أو القطار ممتلئة بالكتب، إذا عندنا ممتلئة أيضا كلمة مؤنثة، إذا الخزانة، الخزانة ممتلئة بالكتب، إذا لدي مدينة دمنات، سنبحث عن الخبر، مدينة دمنات جميلة أو نقي، إذا مدينة دمنات جميلة، جميلة، إذا العلم نور أم نافعة؟ إذا العلم نور، إذا المجلة رائعة، الكتاب مفيد، الخزانة ممتلئة بالكتب، مدينة دمنات جميلة، العلم نور. التمرين الثالث، أنشئ جملا اسمية انطلاقا مما هو محدد في العمود الأول كما في المثال، لاحظوا معي هنا كثرة مصادر الثقافة، إذا كثرة مصادر الثقافة، مصادر الثقافة كثيرة. الجملة الثانية، تنوع جوانب المعرفة، إذا جوانب المعرفة متنوعة، إذا جوانب المعرفة متنوعة، أهمية الأجهزة، إذا الأجهزة، أجهزة مهمة، ضرورة القراءة، إذا القراءة
ضرورية، القراءة ضرورية. طول الحديث، الحديث طويل. سأعيد قراءة عليكم هذه الجمل. كثرة مصادر الثقافة، مصادر الثقافة كثيرة. تنوع جوانب المعرفة، جوانب المعرفة متنوعة. أهمية الأجهزة، الأجهزة مهمة. ضرورة القراءة، القراءة ضرورية. طول الحديث، الحديث طويل. أنتج ثلاثة جمل اسمية مع ضبطها بالشكل. إذن مثلا البحر، عظيم البحر، عظيم. السماء، صافية، السماء صافية. الجملة الثالثة مثلا الرحلة، ممتعة. إذن البحر عظيم، السماء صافية، الرحلة ممتعة. ممكن أن نضيف، الساحة واسعة، القسم نظيف، الجو صحو، الغابة كبيرة. هناك عدة جمل اسمية يمكنكم إنتاجها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.